الف مبروك الفوز النهارده وبطوله مهمه لنادي الزمالك، بنبارك لك بالدوري ويمكن اول سنه ليك مع الفريق الاول وبتفوز ببطوله دوري، اكيد شيء مهم ليكم وكمجموعه خاصه المجموعه اللي تصعدوا. طبعا الحمد لله رب العالمين، اول سنه ليا ودوري وكاس، وان شاء الله رب العالمين هنفكر خلاص احنا قفلنا الصفحه دي، وان شاء الله رب العالمين هناخد اجازه مثلا يوم ولا يومين وبعدين نرجع نفكر في السوبر السعودي وافريقيا ان شاء الله. ثقه مستر فيريرا مع فيكم كان بيقول لكم قبل الماتشات، وخاصه ان انتوا كنتوا بتلعبوا في ماتشات مهمه. لا طبعا ثقه مستر فيريرا طبعا مدرب كبير، ده شرف لنا ان احنا بنتدرب معاه، وطبعا كان بيدينا ثقه قبل الماتشات، والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا ناخد الدوري والكاس. الفتره الجايه بقى قفلت وبطوله افريقيا يمكن بقت الحلم الكبير لجماهير نادي الزمالك، بتستعدوا لها ازاي خاصه خلاص القرعه اتعملت عندكم يمكن بدايات البطوله خلال الايام القليله القادمه، بتستعدوا ازاي بقى للبطوله؟ لا طبعا احنا خلاص قفلنا الدوري وان شاء الله نفكر في افريقيا عشان دي بطوله مهمه، ودي بطوله كانت غايبه عن نادي الزمالك، وان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله نقدر نحقق افريقيا. تهدي الدوري ده لمين؟ لجمهور نادي الزمالك طبعا، ووالدي ووالدتي طبعا واخويا. احكي بقى مشاعرك وبطوله الدوري البطوله الصعبه دي مع نادي الزمالك السنه دي. مشاعري فرحان طبعا، بطوله الدوري وناخدها قبل ثلاث جولات وبالفنشنا يعني بالاسلوب هذا، الحمد لله ما كانش سهل، لكن كنا رجال وفرحنا الجمهور العظيم هذا اللي يستحق بصراحه، يستحق الفرحه، وان شاء الله نوعدوه مزيد من التتويجات ان شاء الله. قفلتوا الدوري، عندكم بطوله افريقيا، عندكم الكاس، عندكم بطولات مهمه، اكيد تحديات كبيره قدام نادي الزمالك الفتره الجايه. صحيح الدوري خلاص وفي توا عندنا سوبر ان شاء الله ركزوا فيه، ناخذوا مرحله بالمرحله، ركزوا في السوبر وان شاء الله يعني الزمالك هذاك هو القدر نتاعه، التتويجات ويلعب في المنصات الاولى، وان شاء الله جمهور كما هذا جمهور عظيم برشا، ان شاء الله يعني نفرحوه دائما بالالقاب. حمزه تعرضت للانتقادات في بدايه وجودك في الزمالك، لكن اثبتت ان انت صفقه مهمه ولاعب مهم في تكتيك حتى مستر فيريرا، الموضوع ده اسعدك؟ شايف ان الناس اتسرعت في الحكم على حمزه المسلوسي وخاصه انك لاعب دولي لاعب منتخب تونس؟ لا عادي، اي لاعب في العالم يمر بفترات، يمكن ما كنتش انا وحدي، يمكن كانت فرقه كامله فتره فراغ، واي واحد يمر بازمات، لكن واحد تبان الكاركتر نتاعه ويبان قوه شخصيته يقف يعاود يرجع يقف على رجليه، هذا مش سهل، مش اي لاعب ينجم يتعدى بالتعدد به والكم الضغط هذا كله ويرجع يلعب كوره، الحمد لله كنت على قدر المسؤوليه ولا مازال ان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. التجربه التونسيه نجحت في مصر، حمزه، علي معلول، قبل كده فرجاني ساسي، حمدي نجاز، شايف ان اللاعب التونسي بيقدر يتاقلم مع الدوري المصري بسهوله؟ طبعا لعيب تونسي غالي تكتيكين، نتصور انا حسب تقديري اكثر لاعب يعني خاصه تكتيكين يكون ناضج، وكما شفتوا يعني كما قلت انت يعني الامثله عديده، ان شاء الله نزيدوا تشوفوا لاعبين تونسي في الدوري المصري ان شاء الله. تعدي الكاس العالم؟ ان شاء الله يا رب. سيف جعفر واحد من نجوم نادي الزمالك، سيف بقول لك مبروك من صغرك وانت موهبه من مواهب نادي الزمالك، والفوز ببطوله الدوري وانتوا بتشاركوا فيها بقوه، اكيد بطوله مهمه ليكم وللجيل بتاعك كله ولاعيبه نادي الزمالك. الحمد لله رب العالمين طبعا على بطوله الدوري السنه دي، بطوله صعبه شقه تعبنا فيها جدا على مدار 10 شهور ولا 8 شهور، مده طويله يعني، والحمد لله قدرنا نحصدها في الاخر، وده من تعب الرجاله كلها، اللعيبه كلها رجاله، وده تعبهم وده نستاهل اللي احنا فيه ده. تقول ايه لفيريرا اللي اداكم الفرصه الكبيره دي؟ والله بنشكر البروف على كل الفرص، وان شاء الله بنوعده ان اللي جاي يبقى احسن وان احنا نقدم اداء اكبر ان شاء الله. الفتره الجايه بقى بطوله افريقيا اكيد بطوله مهمه. ان شاء الله نعمل كل جهد ان شاء الله احنا ناخد بطوله افريقيا ان شاء الله السنين الجايه. مبروك يا سيف ومزيد من التالق. سيف الجزيري واحد من افضل لاعبي الدوري الموسم ده وهداف كبير، سيف بقول لك مبروك، سنه مهمه ليك سواء مع الزمالك او منتخب تونس وبطوله دوري مهمه. والله الحمد لله فضل من عند ربي، الشغل والعمل، وان شاء الله من القادم افضل باذن الله. الفتره الجايه بقى بعد الفوز بالدوري بطوله افريقيا حلم جماهير نادي الزمالك، وبعد الاداء الكبير ده اكيد بقى حلم فعلا ليكم كلاعيبه. اكيد دلوقتي عندنا ماتش سوبر، بعدين عندنا ماتش سوبر ثاني وماتشات افريقيا،
ان شاء الله ندخل بقوه السنه دي باذن الله. غير اعاده الثقه واعاده التالق لسيف الدين الجزيري؟ والله الحمد لله، لو بشتغل على نفسي وفضل من عند ربي، هذا توفيق وفضل من عند ربي. كاس العالم بقى وحلم المشاركه مع المنتخب التونسي شايفها ازاي، وخاصه ان انت تالقت من خلال نادي الزمالك؟ اكيد اي واحد يحلم ويطمح بش يلعب كاس العالم ان شاء الله يكون نصيبه ونشاركه فيه باذن الله. السؤال الاخير، تالق النجوم التونسيين في كره القدم المصريه شايفوا ازاي؟ انت علي معلول، المسلوسي كان قبلكم، النجاس، فرجاني ساسي. ان شاء الله يا ربي كل واحد يعطيه على قد قلبه وعلى قد نيته ويوصل لابعد حدود باذن الله. كلمه لجمهور الزمالك اخيره. ان شاء الله القادم افضل. ألف مبروك يا إمام، وبطولة دوري مهمة، وأنت بهنيك على مستواك وتألقك سواء مع نادي الزمالك أو حتى فترة المنتخب. والله الحمد لله، لعيبة رجالة بصراحة، والحمد لله بطولة غالية، وبصراحة الجمهور ما بخلش معانا في نقطة عرق واحدة. أنا عايز أشكرهم طبعا، زي ما بيقولوا اللعيب رقم واحد، والحمد لله كانت بطولة صعبة وموسم صعب، والحمد لله قدرنا نفرح الجمهور. فرجاني مشي وطارق حامد مشي، الناس قالت خط وسط الزمالك هيقع، بسم الله ما شاء الله لقينا نجم اسمه إمام عاشور بيقول لهم لا، وسط الزمالك بخير، سعيد بالتجربة الناجحة دي وسعيد بأدائك مع نادي الزمالك، وخاصة بعد رحيل اثنين من أهم لاعيبة النادي. لا طبعا اثنين لاعيبة كبار ما بقدرش أتكلم عليهم طبعا، سواء فرجاني أو كابتن طارق، طبعا الواحد اتعلم منهم حاجات كتير، واتعلمت منهم حاجات كتير بره الملعب وجوه الملعب، وطبعا مش هقدر اتكلم عليهم في اي حاجه، بس هي دي الكوره، وزي ما بيقولوا يعني الكوره ما بتقفش على حد، والحمد لله ربنا كرمني وقدرت يعني قدرنا نسعد الجمهور ده الحمد لله بالبطوله الغاليه. كاس ودوري وعندكم كاس افريقيا، التحديات كبيره قدامكم يا امام، والجمهور خلاص طمعان في بطولات ثانيه، قد التحديات اللي جايه؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، اللعبه كلها رجاله، واحنا واخدين قرارات الحمد لله ان اي بطوله مش هنسيبها باذن الله، ونقدر نسعد الجمهور ونسعد مجلس اداره والساده المستشار طبعا، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. المنتخب بقى احلامك مع المنتخب بعد التالق الكبير؟ لا ان شاء الله ما يجي فتره المنتخب باذن الله، ربنا يكرمنا باذن الله. شايف ان مع فيتوريا الامور ان شاء الله تبقى افضل؟ ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمنا باذن الله. قول لجمهور الزمالك الكبير. لا لهم الف مبروك وشكرا على اللي انتم عملتوه معانا ده، وان شاء الله نقدر نفرحكم باذن الله. مع نهايه الموسم من خلال شاشه الحقيقه عايز اشكرك على اللقطه الجميله مع الكابتن وليد سليمان، بتاكد يا امام ان انت بقيت لعيب كبير، لعيب ناضج، يعني اختلفت عن زمان. هي ملهاش دعوه يعني ملهاش دعوه بالكوره، هي بس كانت غلطه، والحمد لله الواحد بيتعلم، وطبعا الكابتن وليد يعتبر اخويا الكبير طبعا، وانا اتاسفت له عشان انا غلطان، والحمد لله الامور عدت يعني على خير الحمد لله. الف مبروك يا امام. الله يبارك فيك. مبروك لكره جمهور الزمالك، مبروك لمجلس الاداره هشام مرتضى وامير مرتضى، و مفيش شك تعب سنه كامل، الحمد لله ربنا كلم مجهود النهارده بالفوز ببطوله الدوري. انجاز اتحقق السنه دي في ظل الظروف دي؟ مفيش شك، لعيبه ابطال ومجلس اداره وجهاز فني ولاعيبه وجمهور فوق كل ده. سوبر وكاس ودوري وعندكم افريقيا، حلم الجماهير ان شاء الله. ان شاء الله الفتره. قول ايه لجماهير الزمالك؟ على دماغي. مدام ازيك؟ الله يبارك فيك. قولي لمحمود النهارده بعد الفوز. ربنا يكرمك ويوفقك في اللي جاي ان شاء الله. ملك ومالك، مليكه ومالك. شوم حلو عليا محمود. طبعا، هو يستاهل كل خير والله العظيم، ربنا يكرمه في الفتره الجايه ان شاء الله. قولي لمحمود بعد الموسم الصعب ده. يشد حلو في اللي جاي بقى ويركز في الايام اللي جايه عشان ناخد افريقيا. ألف مبروك لجمهور نادي الزمالك، كان موسم صعب واستثنائي، والحمد لله ربنا كلل مجهودنا في الآخر إن احنا طلعنا البطولة، وأهم حاجة إن احنا فرحنا جمهور نادي الزمالك كله. مستر فرق مع الفرقة، وخاصة إنه جه في ظروف صعبة، مفيش قيد، لعيبة مشيت، الأمور كانت صعبة يا عمر. طبعا هو جه بصراحة حط نظام وكله مشي عليه، وبصراحة برضو كلنا كنا واقفين كلنا مع بعض،
وكان موسم بالنسبه لنا كان صعب جدا، والحمد لله في الاخر لما يبقى الحاجه صعبه بتيجي في الاخر لما بتطاق وبتوقع بتبقى طعمها حلو. يمكن ربما صدفات او يعني خير من الف ميعاد زي ما بيقولوا، او غياب لعيبه كتير ادى الفرصه ان كل اللعيبه تلعب او كل اللعيبه تشارك، ده كان في صالحكم كلاعيبه ان انتوا عارفين ان انتوا هتشاركوا في اي وقت؟ هي اللعيبه اللي غابت كلها بصراحه لعيبه كبيره طبعا الحمد لله، بس نادي الزمالك ما بيقفش على حد، يعني مهما يمشي مين نادي الزمالك هيفضل نادي الزمالك. حلم افريقيا بقى، حلم جماهير نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله. باذن الله اهم حاجه دعمهم لنا السنه الجايه ان شاء الله ونحقق بطوله افريقيا باذن الله. قول لي مستر فيريرا ايه؟ 1 2 3 فيريرا ثانك يو.